السلام عليكم اخواني اخواتي متابعي قناه ابورتو موفاز. كنتواجدوا الان في طريق عين شقر تجزئه القاهره. هذه التجزئه هذه قريبه للرومبان ديال النزهه وقريبه من كافي ميغادور. على بركه الله غادي نشاهدوا واحد الشقه اللي كتواجد في الطابق الاول. المساحه ديالها هي 110 متر اللي كتواجد في التيتر. فيها الباركينغ ديال الطوموبيل ار بليس 2. كندخلوا مباشره كنلقاو سيجور كبير. الصالة فيها مزيونة كتواجد سيجور وصالون، وكاين عاوتاني جهة تانية فيها ثلاثة ديال البيوت بيت نعاس بالحمام، وكذلك كاين حمام ما بين البيوت. كيف ما كتشاهدوا معايا دابا كنتواجدوا في السيجور اللي عنده في السقف ديالو لي سبوت، وكذلك لانستالاسيون ديال التلفزيون هذه في الدخيلة ديال الباب. صباغة خوتي هي الياقوتة اللي هي العنبرة. هذه الموقع ديالها جيد، يعني عندها واحد الاطلاله رائعه اللي غادي نوريها لكم. قريبه من كافي اليكانتا، قبلتنا الصالون اللي جاي الاطلاله ديالو على الرومبوان غادي نوريه لكم. فيها الانستالاسيون ديال الكليماتيزور كذلك. هذا الموقع ديالها جاي قريب من حي الازهر، وكذلك من حي السعاده، ومن حي الادريسه، وكاين كيف ما قلت لكم انها كتواجد في طريق عين شقر وقريبه حتى السونتر فيل كنخرجوا غير على حي السعاده. كيف ما ذكرت ان الموقع جيد. كيف ما كتشاهدوا معايا ان الصالون والسيجور مفروقين غير بالقبس. السيجور القبس ديالو رومي، وكذلك الصالون بلدي. هادو هما الصالون والسيجور، ونشاهدوا البيوتا. كيف ما قلت هذا الطبق الاول. هذا الشقه هذه اللي بغاها بالفراش مرحبا، واللي بغاها بلا فراش كذلك مرحبا، يعني كل واحد وشنو كيختار. غادي نشوفوا الجهه الثانيه اللي فيها البيوت. غنبداو بالبيت الاول ديال الوالدين اللي كيتواجد فيه حمام. هذا الحمام بحال بيت النعاس اللي فيه حتى هو طواليط وكذلك الدوش اسمحوا لي ولافابو. ومباشرة نشاهدوا بيت النعاس اللي بالبلاكار. هذا البيت هذا عنده الإطلالة حتى هو على الرومبان ديال النزهة. هذه مدينة فاس، حقاش العديد ديال الناس كتكون أماكن أخرى يعني في المغرب عندهم نفس ديال السميات، وكيسحبهم داك البلاد اللي باغيين هما. أنا ديما كنقول يعني أن التجويد هذه في فاس. البلاكار هو اللي قبلتنا. كنوضح لكم حتى الاثاث يعني اللي بغاه. الاثاث بالنسبه للثمن ديالو غادي يجمو الدار، قالنا اللي بغاه غادي ان شاء الله بحول الله نقاد معاه، وغادي نقول لكم في اخر الفيديو الثمن ديال هاد الشقه هذه. شاهدوا البيس الثاني اللي هو ديال الوليدات. البيت الثاني اللي هاز جوج ديال الوامس وعندو نفس الإطلالة. كيف ما تلاحظوا معايا أن الدار كاملة جاية على هاد الشارع الرئيسي. هاد بيت نعاس بلا شك عرفتوه ديال البنيتات، حيت فيه هاد اللوين بالغوز، وكل واحد يعني على ذوقو. اللي بغا شي واحد يعاود له الصباغة يديرو يعني بيت مخلط الوليدات والبنات، راه هاز جوج ديال النوامس فيه بلاكار كذلك. وكذلك حتى هو فيه تلفزيون، وفيه في السقف لي سبوت. غادي نشاهدوا البيت الثالث. البيت الثالث جاي قريب من الكوزينه، يعني الناس مفرشينو دايرينو كليسه بحال السيجور بحكم انه ما فيهش البلاكار، وكل واحد كيف ما كنذكر يعني على الذوق ديالو، كل واحد شنو بغى يديرو. حتى هو بالكليماتيزور والتلفزيون كذلك.
نعود نذكر ان المساحه ديالها هي 110 المتر. نشوفوا دابا الكوزينه اللي فيها طابله مونجي، وكذلك فيها الثلاجه، وفيها لاستراسيون ديال الماكينه ديال الصابون، وعندها حتى هي نفس الاطلاله اللي شاهدتوا كامله الدار عليها. فيها بلاكارات من الفوق وبلاكارات من التحت، يعني الفيزافي كامله ما عندكش في الدار، جايه كامله على الرومبوان. غادي نشاهدوا دابا الحمام. حتى الكوزينه راه فيها لاستراسيون ديال التلفازه اللي بغا يدير فيها التلفازه. نشوفوا الحمام اللي جاي خارج على البيوت. الحمام اللي كيتواجد به حتى هو الدوش، وكذلك لافابو والتواليت، وكاينه دكانه فوق الحمام اللي غادا على المساحه ديال الحمام كامله. اخواني اخواتي، كيف ما شفتوا معايا انها الدار كامله فيها ثلاثه ديال البيوت، جوج ديال الحمامات صالون وسيجور، كوزينه. المساحه ديالها 110 متر اللي كتواجد في التيتر. الطابق الاول فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، جايه في طريق عين شقف تجزئه القاهره. الثمن ديالها هو 74 مليون، هذا بلا اثاث، واللي بغى الاثاث داك الساعه عاد السيد يتناقش فيه مع اللي بغى ياخذها. اخواني اخواتي، ما تنساوش تبارطاجيو مع الناس ومع العائله واللايك، وكذلك الناس اللي شاهدوني اول مره، نتمنى انهم يضغطوا على زر سابوني وزر الجرس ليصلهم الجديد.